بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هشرح لكم الدرس السادس من شابتر 1 المحور الثاني. احنا في الدرس دوت ان شاء الله الطفل هيتعلم انه مصدر الضوء اللي بتديه لنا الشمس اقوى او اكتر من الضوء اللي بتديه لنا النجوم عن طريق 3 تجارب علميه ان شاء الله هنعملها. الحاجه التانية اللي الطفل هيتعلمها هيعرف يعني ايه جالاكسيز، يعني ايه مجرات، ايه هي المجره الفضائيه، وهيتعلم كمان ان المجرة الفضائية ديت مش سهل نشوفها بالعين المجردة، واحنا ممكن نشوفها بالتلسكوب اللي بيستخدمه رجل الفضاء اللي هو الاسترونومر. ايه اول حاجة هعملها مع الطفل؟ هعمل معاه ريفرشمنت وهقول له ان last lesson we learned that our sun is bigger than the stars because it's much closer to us. يعني احنا اتعلمنا في الدرس اللي فات ان الشمس اكبر من النجوم لان هي قريبة لينا، فعشان كده احنا بنشوفها اكبر من النجوم. لكن فعليا الطفل خرج من الدرس اللي فات اتعلم ان في نجوم موجودة في السماء هي اكبر، حجمها اكبر من حجم الشمس، لكن هي بعيدة، فعشان كده بيبان النجوم ان النجوم اصغر من الشمس. تمام، هقول للطفل ان another thing we will learn، حاجة تانية احنا هنتعلمها، is that the sun appears to be brighter than the other stars. ان ال sun brighter than يعني ضوءها اكتر او المع، بتدينا اضاءة اكتر من باقي النجوم. ايه اللي احنا هنعمله؟ we will do an experiment، احنا هنعمل تجربة. خلاص الطفل المفروض ان هو عارف يعني ايه كلمة experiment. We will prepare a paper and a flashlight. احنا هنجيب ورقة وضوء الفلاش بتاع الموبايل مثلا. طيب انا هشرح لكم مبدئيا ايه اللي هنعمله، وبعد كده اقول لكم هنتكلم مع الطفل ازاي. اللي هنعمله ان انا هجيب مصدر اضاءة اللي هو الفلاش بتاع الموبايل، وهوجهه على ورقة بيضاء على ابعاد مختلفة. اول تجربة هعملها ان انا اوجه فلاش الموبايل على الورقة على بعد 10 سنتي ما بين الورقة والفلاش بتاع الموبايل، بعيد عن بعض بمسافة 10 سنتي، فالاضاءة هتبقى قوية على الورقة جدا. تاني تجربة هعملها ان انا هبعد المسافة ما بين الموبايل، ما بين الفلاش بتاع الموبايل وما بين الورقة بطول دراعي، طبعا الاضاءة هتظهر على الموبايل اقل، هتبقى خافتة. تالت تجربة هبعد الإضاءة عن الورقة أكتر بإن أنا هبعدها بمسافة الترابيزة، يعني في شخص هيقف عند أول الترابيزة ماسك الورقة البيضة، وشخص هيقف عند الاتجاه التاني للترابيزة موجه إضاءة الفلاش للورقة، فساعتها هيبان إن الإضاءة أخفت وأخفت أقل. يبقى أنا كده هخرج من التجارب دي بإيه؟ بإن كل ما بعدت المسافة ما بين مصدر الضوء والسطح اللي متوجهة عليه، كل ما كان الضوء خافت اكتر. تمام، طيب هقول للطفل ايه فاول تجربه؟ هقول له hold the flashlight، امسك الفلاش لايت، ضوء الفلاش دوت، about سنتيمتر far from the paper، يعني هتمسك ضوء الفلاش حوالي 10 سنتي بعيد عن الورقه. تمام، تاني تجربه هقول للطفل ان انت you will hold the flashlight خلاص an arm length from the paper، يعني هتبعد الفلاش لايت عن البيبر او الورقة بطول دراعك او بطول دراعي عامة. تالت حاجة هقول له ان احنا we will hold the flashlight about a table length far from the paper، يعني بطول الترابيزة. تمام، وهقول للطفل انت استنتجت ايه؟ فهنا 3 أسئلة سألهم لي في بيج 101 في كتاب المدرسة، 3 أسئلة سألهم لي عشان يشوف مدى إدراك الطفل للتجارب. طبعا التجربة سهلة، يعني الطفل مش هنحتاج نشرح له حاجة، هو كل حاجة واضحة قدامه. هقول له في أول سؤال، وده يخص أول تجربة عملناها، Describe what you see when the flashlight is very close to the paper. اوصف لي كده انت شفت ايه لما الفلاش لايت كان قريب قوي من الورقة. قلنا هنا ان the light on the paper looks brighter، يعني الضوء اللي على الورقة باين اكتر، اوضح، اشد، المع. تمام، بعد ما عملنا التجربة التانية بسأله السؤال التاني، circle your answer،
When the paper is an arm's length from the flashlight, the light on the paper is. يعني لما الورقة كانت بعيدة عن الفلاش لايت بمسافة طول دراع، الإضاءة على الورقة كان أخبارها إيه؟ المفروض إن هو يقولي dimmer. dimmer معناها أخفت، خفت عن المرة اللي قبلها. طيب التجربة الثالثة والسؤال بتاعها، circle your answer. When the paper is a table length from the flashlight, the light on the paper is A. لما بعت الفلاش عن الموبايل بطول الترابيزة، الإضاءة كانت على الورقة إيه؟ قال لي even dimmer، يعني هي كمان خافتة. طيب يبقى أنا كده وصلت بالطفل بعد التجارب دي للمعلومة اللي أنا عايزة أوصلها له. فإيه البرين ستورمينج أو اللي أنا عايزة أخرج بيه من طفل بمعلومات؟ هسأله أسئلة، أقول له what do you think happened to make the light appear dimmer؟ فكرك إيه اللي حصل عشان يخلي الإضاءة خافتة، أخفت، أقل؟ Do you think the flashlight got dimmer or did it just look that way on the paper؟ يعني هقول له فكرك الإضاءة بتاعت الفلاش نفسها بتاعت الموبايل، فلاش الموبايل، بقت هي اللي خافتة، يعني حصل فيها مشكلة ضعفت، ولا it just look that way on the paper، هي ظهرت كده على الورقة عشان البعد اللي احنا بعدناه؟ طبعا الطفل تجربة سهلة جدا، فهو أكيد هيجاوب الإجابة الصح. تمام. طيب ايه اللي انا هقوله للطفل؟ هقول له ان we see that as the paper gets farther from the flashlight، يعني كل ما كانت الورقة بعيدة عن ضوء الفلاش، the light on the paper looks dimmer، يعني الإضاءة على الورقة بقت خافتة، بقت أضعف، بقت أقل. even though the light coming out of the flashlight hasn't changed، على الرغم من ان الإضاءة اللي جاية من الفلاش لايت ما اتغيرتش خالص. هقول له ايه بعد كده؟ Now remember we were talking about how the sun is different from other stars. دلوقتي احنا هنحاول نفتكر ازاي السن كانت مختلفة عن باقي النجوم، ازاي الشمس مختلفة عن باقي النجوم. The sun is different from the other stars because it's near to us than the other stars، يعني هي اقرب لنا من باقي النجوم. So the stars appear dimmer than our sun، عشان كده النجوم بتبان أخفت وضوءها أضعف وأقل من الشمس. تمام. بكده أنا خلصت الجزء الخاص بـ how the sun is bright، وإزاي إن السن بتبان الإضاءة بتاعتها bright لكن الستارز بتبان dimmer أخفت. هندخل بعد كده على الجزء التاني اللي خاص بالليسون، وهو الجالاكسيز، المجرات الفضائية اللي موجودة في السماء. تمام. اللي أنا هقوله للطفل هنا دلوقتي إن what do you think might be in the sky that we can't see with our eyes، تفتكر إيه اللي ممكن يكون في السماء إحنا بنقدرش نشوفه بعنينا؟ طبعا الطفل هنا هتختلف الإجابات، في طفل ممكن يقول لي الكواكب ما بنقدرش نشوفها بعنينا، في طفل مثلا ممكن يعني يبتدي يقول أجوبة خيالية. الموضوع صعب على الولاد، أو الموضوع برضو يعني معلومات كلها جديدة، فالإجابات هتبقى غالبا مبهمة، يعني حاجات مش واضحة قوي. يعني هقول للطفل إيه؟ أنت شايف إيه في الصورة اللي قدامنا دي؟ دي page 102. What do you see in this picture؟ غالبا الطفل هيرد ويقولي إن دي stars، تمام؟ إن دي عبارة عن نجوم. أنا هقول للطفل هنا إيه؟ هقول له إن the shapes in the picture، الأشكال اللي موجودة هنا في الصورة are not individual stars، يعني دي مش نجوم كل نجمة واقفة على حدة، لأ. هقول له إن they are galaxies، دي مجرات فضائية. الجالاكسي is made up of many many stars، يعني المجرة دي مصنوعة أو مكونة من نجوم كتيرة جدا. طب احنا يعني ككبار عشان نبقى مستوعبين، بس هي ايه المجرة الفضائية؟ المجرة ديت هي بتبقى عبارة عن مجموعة من النجوم مع الكواكب مع الأقمار مع الكويكبات، زي مثلا المجرة اللي فيها الشمس والمجموعة الشمسية بتاعتنا كلها اللي هي درب التبانة. تمام.
درب التبانة عندنا فيها المجموعة الشمسية كلها، ودي من ضمن مجرات كتيرة جدا موجودة في السماء، يعني أكتر من ملايين، تريليون، يعني عدد كبير جدا من المجرات موجود في السماء. تمام. طيب ايه اللي الطفل هيوصله بالظبط عن الجالاكسي او ايه المجره الفضائيه؟ كل اللي هنقوله له ان اتس ميد اب اوف ميني ميني ستارز، ان هي موجود فيها نجوم كتيره جدا، وان السان بتاعتنا موجوده ضمن وان اوف ذيز جالاكسيز، موجوده في واحده من الجالاكسيز دي، من ضمن المجرات دي. دي بس المعلومات اللي الطفل هيعرفها عن المجره الفضائيه، مش هنتوسع في الموضوع خالص، مجرد ان هو يعرف اكسبريشن جالاكسي، ويعرف يعني ايه جالاكسي، ويعرف ان السان بتاعتنا او الشمس بتاعتنا موجوده في المجره الفضائيه، ويعرف ان الجالاكسيز دي ما نقدرش نشوفها بسهوله بعينينا، وان احنا لازم نستخدم تلسكوب عشان نشوفها. طيب نرجع بقى نشرح للطفل ازاي. احنا قلنا ان احنا هنقول له ان الجالاكسي از ميد اب اوف ميني ميني ستارز، وبعد كده هبتدي اقرا معاه المعلومات اللي موجوده تحت الصوره. هقول له ان this is a picture of space، دي صوره للفضاء. The shapes and the dots you see in the picture are not stars. الكلام هو تاني، ان الاشكال او النقط اللي انت شايفها دي مش نجوم. They are galaxies، دي مجرات فضائية. Galaxies are where stars exist، يعني الجالاكسيز دي موجود فيها نجوم، ده المكان اللي بتتواجد فيه النجوم. Each galaxy contains many many stars، يعني في stars كتيرة جدا أو نجوم كتيرة جدا. طيب هندخل على البيج اللي بعدها. البيج اللي بعدها بيقول الطفل space look at the pictures read the text. طيب التكست هنا بيقول لي ايه؟ بيقول للطفل this is a picture of galaxy، دي صورة للمجرة الفضائية عن قرب. المجرة الفضائية انا مش هشوفها بعيني، طب انا هشوفها ازاي؟ هشوفها بالتلسكوب. تمام، ده اللي انا هوضحه للطفل. يبقى this is a picture of galaxy، all of the light you see comes from many many stars. الضوء اللي انت شايفه ده في المجرة ده جاي بسبب النجوم الكتير جدا اللي موجودة جواها. Our sun is in a galaxy like this one. الشمس بتاعتنا موجودة في مجرة فضائية زي دي. تمام؟ هقول له ايه بعد كده؟ هقول له ان this picture of galaxy was taken with a tool called a telescope. يعني الصورة بتاعت المجرة الفضائية ديت هي موجودة متاخدة بأداة اسمها تلسكوب. طب ايه هو التلسكوب دوت؟ التلسكوب دوت a type of technology، يعني ده نوع من التكنولوجيا. تمام. A very long time، من وقت طويل جدا، people wanted to see dimmer objects in the sky، الناس كانت عايزة تشوف الحاجات اللي اضاءتها ضعيفة وخافتة في السماء. Someone invented a special tool، في شخص ما اخترع لنا أداة خاصة جدا ومميزة. التول دي هي التلسكوب. تمام. هقول له ان we can take pictures with the telescope، احنا نقدر ان احنا ناخد صور من التلسكوب دوت زي الكاميرا بالظبط، بنقدر ناخد صور بيها. التلسكوب دوت بنقدر نصور بيه الصورة اللي بيشوفها التلسكوب عن بعد، او المشهد اللي بيشوفه التلسكوب عن بعد بيقدر ياخد له صورة. تمام. الجزء التاني هنا this picture of galaxy of a galaxy was taken with a tool called a telescope. A telescope help us see very dim and far away objects in the sky. يعني التلسكوب ده بيساعدنا ان احنا نشوف الحاجات اللي ضايتها خافتة وضعيفة جدا واللي بعيدة جدا في السماء. اخر حاجة المفروض ان انا اقولها للطفل، مش مكتوبة هنا في الكتاب لكن دليل المعلم قالها لي. هقول له ان the person، الشخص او the scientist who use the telescope، مين هو العالم اللي بيستخدم التلسكوب؟ The scientist that used the telescope is called astronomer، اسمه عالم الفضاء. يبقى عالم الفضاء هو اللي بيستخدم التلسكوب. تمام. هندخل بعد كده على البيج الأخيرة للدرس. البيج الأخيرة هنا هي شغالة على جزء الإيماجينيشن عند الطفل، جزء التخيل عند الطفل.
بعد ما الطفل عرف يعني ايه تلسكوب، وعرف ان التلسكوب دوت هو بيلقط لنا الحاجات البعيدة او بيشوف الحاجات البعيدة اللي مش بنشوفها بعينينا المجردة، وان هو كمان بياخد صور للحاجات دي، هقول للطفل ايه رأيك تتخيل ان عينيك عبارة عن تلسكوب، وان انت هتبص دلوقتي للسماء وهتشوف حاجة التلسكوب هيشوفها انت ما تقدرش تشوفها بعينيك المجردة. طبعا كل طفل هيتعايش مع وحي خياله. ايه اللي احنا عملناه هنا؟ اللي احنا عملناه ده راجع لان احنا درسنا شابتر 4 في الكونكت والكونكت بلس، اللي هو بيتكلم عن السولار سيستم او عن المجموعة الشمسية، بيكلمني عن الشمس وبيكلمني عن الكواكب. اللي حصل انه احنا لما درسنا الكواكب وعرفنا اساميهم وعرفنا اشكالهم وعرفنا ان هما ما بنقدرش نشوفهم بعينينا المجردة، قدرنا هنا نتوقع ايه اللي ممكن التلسكوب يشوفه، وايه اللي ممكن في در في في يعني في سؤال زي دوت نقدر نجاوبه. قلنا انه اللي ممكن نشوفه بعينينا لو عينينا تلسكوب هو البلانيت، كوكب مارس اللي هو المريخ. ورسمنا هنا شكل الكوكب. كوكب المريخ هو لونه محمر شوية وفيه صخور وجبال، فاحنا رسمناه وكتبنا عنه معلومات، لانه دليل المعلم بيقول ان الطفل هيكتب عن اللي خياله او حاله ان هو يشوفه في الصفحة دي او في الاكتيفيتي ده. فاحنا قلنا This is Mars، ان ده المريخ. The fourth planet from the sun، يعني ده الكوكب الرابع بعدا عن الشمس. احنا ترتيبهم ميركوري فينوس ايرث مارس، ده الترتيب بتاعهم من بعد الشمس على طول، فهو يعتبر الرابع. واتس كلر از ريد، لونه احمر. طبعا هنا السؤال دوت كل طفل هيبقى ليه اجابه مختلفه. لو الطفل دارس الكونكت او الكونكت بلس، ممكن وحي خياله يخليه يتوقع ان هو يتكلم عن كوكب من الكواكب. في معلومة مهمة جدا أنا عايزة أقولها، إنه المنهج بتاعنا بيربط المواضيع ببعضها في كل المواد. يعني إحنا لو فتحنا الشابتر الأول في المحور التاني للكونكت أو الكونكت بلس، هنلاقيه بيتكلم عن الفضاء وعن السولار سيستم وعن المجموعة الشمسية وعن حاجات ليها علاقة بالسماء والنجوم والكلام ده. لو فتحنا الديسكفر هنلاقي ان الشابتر الاول من المحور التاني هو بيتكلم على نفس النقطة، النجوم وعلى الكونستليشنز وعلى البلانيتيريوم، كلها حاجات ليها علاقة بالنجوم والكواكب. لو فتحنا العربي وبصينا في المحور التاني، هنلاقي ان اول حاجة بيتكلم عنها المحور التاني او اول موضوع درس سر النجوم، نشيد النجوم والكواكب، درس العالم العربي البيروني، وان البيروني هو اللي اكتشف انه الشمس اكبر من الارض، وان دوران الارض حول نفسها هو اللي بيسبب تعاقب الليل والنهار. يعني كل ما الطفل كان ماشي بالسيكونس مع بعضه هيقدر ان هو يستوعب الدروس بسهولة، هيقدر ان هو يستوعب العربي، هيقدر ان هو يستوعب الكونكت والكونكت بلس، هيقدر ان هو يستوعب الديسكفر. فدي ميزة حلوة جدا جدا بجد موجودة في المنهج، الفكرة ان هو يتدرس صح. يا رب يكون الدرس سهل. انا كده خلصته وان شاء الله اشوفكم في الدرس السابع. شكرا.